يسعد اوقاتكم اصدقائي، واهلا وسهلا ومرحبا فيكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو راح نفتح فيه البطاقات الداتابات اللي هن الحمر مع بعض لحتى نحصل الالتيميت باد اللي موجودة بالليدر بورد ونفتحها مع بعض ونشوف شو بيطلع لنا. قبل ما نبدأ بالفيديو لسه تشترك بالقناة وتحط لايك للفيديو وتشيروا لرفقاتك ليستفيدوا منه. يلا خلينا نبدأ. طبعا الهدف مثل ما بتعرفوا انه انا بدي احصل الالتيميت اومينج اللي موجود هون، باقي لنا جاندارم واحد. اذا حصلته بحصل الالتيميت اومينج. الجاندارم موجود في عليه كمان ميشن انك توصل ليدر بورد ميلستون اللي هن قصدهم فيها الجوائز اللي بتكون بالليدر بورد تحت. فمن اول ليدر بورد تبع الصناديق اخذنا 4 وهلا هون اخدين وحده، فهي 5. انا ماشي 5 من اصل 15، فهلا اذا عبرنا هدول الثلاثه كمان جبناهم بيصير عندي 8 من 15. وممكن اذا شنصت معنا ممكن يطلع لي السلاح بالالتيميت باد، لانه مثل ما بتعرفوا موجود الجاندارم، الالتيميت جاندارم موجود هون. فنقول بسم الله ونبلش بالسحب ونشوف اصلا شو الجوائز اللي ممكن نربحها من الداتا باد الفضية الحمراء. مثل ما لكم شايفين في السلاح الجديد، الاسلحة الجديدة. طبعا انا ما عندي غير حبة واحدة جتني من الشركة الكبير واثنين متوسطات. بالنسبة للصغير ما بحتاجه لانه عندي 4، جوني 4. فبدنا متوسط بدنا كبير، نشوف شو الله بيرزقنا. نقول بسم الله واول 10 فتحات. طريقة الفتحة والله جميلة. اوكي ليمينج اللي هو الميديوم، بداية مبشرة والله. شوية قطع صبدور، شوية تامر، شوية ديسيفر، وحتى في 1000 قطعة من الليمينج كمان متوسط. وهذا الخفيف اللي هو الشيفانج، ها شيفانج وليمينج، والكبير شو كان اسمه، اسماء صينية كلها اظن. ليكو فينج باو الكبير، هاي قطع من الفينج باو 1500. وقطع تانية ناخذ لنا 10 تانيات. نقول بسم الله يلا مبرمج اعطينا فينج باو كامل مثل ما اعطيتنا ليمينج كامل. شوف انا بلزمني 4 متوسط، يعني بدنا لسه 1 متوسط، كبار 2 كافيات اظن. يعني ممكن يجربوا على اللينكس ساعتها، ممكن نعم نجربوا على اغلب الروبوتات تاخذ 2 كبير، يعني ممكن نجربوا على الكوري كمان عنه ما اظن. يعني 10 تانية ما في. طيب البقيانات مع انه بدي في 8 فتحات لحتى اوصل، نفتحهم واحدة واحدة ونشوف. واحدة، 2، 3، ما في. طيب 4، شي فانج اعطانا الليمينج الوحيد اليتيم باول فتحة ونام على السيرة. مبرمج حبيبنا يا حبيب، ما في يا حبيب، ما في. هات لنشوف شو جانا قطع. تامر عبينا 1، القطعة جديدة شي فانج. هذا الصغير 5000، الفينج باو الكبير 5000. متوسط وينو؟ المتوسط ما اجاني كتير، يعني 2500. اوكي يعني لنحصل، لسه قدامنا مشوار لنحصل شي فانج تاني. نروح للليدر بورد واخد البطاقة
نروح نفتحها. يا بسم الله، نقول يا رب، ونفتح البطاقة ونشوف شو حيعطينا المبرمج. بسم الله، فتحة الالتيميت. يا رب، التيميت انفيدر. اوكي، مالي زعلان، بما اني انا يعني اوريدي عندي الثلاثة الجاندارل، والرابع يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جاي، مثل ما انتم شايفين مشينا فيها 8 من اصل 15 باذن الله بنجيبه. الالتيميت انفيدر ما كان عندي اياه، ما كنا شايفين عندنا سلسلة التيميت بس الانفيدر ما كان موجود، فهلا كملنا هون السلسلة بس هلا ناقصهم الالتيميت اومينج يقعد ورا بيصير هانجر التيميت. الحمد لله ولله الحمد، يعني منظرهم هيك مغري. لازم هذا العنكبوت ننقله هون، نترك هذا هون بالنص، يعني يكونوا هيك عنكبوتين على اليمين وعلى الشمال، وهدول اتنين الفساتيك من على اليمين وعلى الشمال، والوحش الكبير الفينرر بالنص، وهيك خلينا نظبط التشكيلة بصيروا أحلى. نجيب الانفيدر لهون، ونجيب الالتيميت فينرر. وين راح يا حبيب؟ اوكي، رجع مكان. فهيك صارت ترتيبتهم أحلى. بس يا شباب، هذا كان كل شي لفيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا، وبشوفكم على خير بفيديو جديد اكيد. الى ان نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله.